السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم هبة عماد سنة خمسة. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض المحاضرة بعنوان كارديو ثوراسيك انجري. معلش انا عارفة ان انتوا جبتوا اخركم من الموديول، بس يعني هانت خلاص، بيخلص اهو. طيب احنا محاضرتنا النهاردة بسيطة جدا وسهلة جدا، متقلقوش منها خالص. ممكن يكون شكلها في الكتاب بس كده خد شوية، بس هي لطيفة جدا. يعني هي مقسومة لجزئين، الجزء الأول فيها بنتكلم عن الكارديو ثوراسيك انجري بشكل عام، تمام، وبعد كده الجزء التاني بنبدأ ناخد كام انجري كده نتكلم عنهم بتفصيل شوية. مش تفصيل بمعنى معلومات كتير، بس معنى ان انا ههتم بكيفية الانجري في الموضوع ده تحديدا، تمام. طيب عشان ما اطولش عليكم بقى، تعالوا نبدأ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قبل بس ما نبدأ، عايزين نفتكر زمايلنا اللي توفوا وندعي لهم بالرحمة والمغفرة، وندعي لأهلهم بالصبر والسلوان والسكينة. طيب احنا قلنا ان محاضرتنا مقسومة جزئين، وقلنا ان الجزء الاولاني اللي هو هنتكلم فيه عن الكارديو ثوراسيك انجري بشكل عام، تمام. طيب فهو بيقول لي بقى ان هو ايه السكند ليدنج كوز اوف تروما ديس، يعني اي ديس بيحصل من تروما. رقم اتنين كده في اشهر اسباب الدس فيها هو الكارديو ثوراسيك انجري، تمام. شويه بقى ارقام ملهاش لازمه قوي، ان هو من 65 ل 70% من الشست انجريز بسبب الرود ترافيك اكسيدنت، حوادث الطرق. 25% من الدس بتبقى بسبب الشست انجري. 50% من البيشنت اللي بيبقى عندهم بولي تروما انجري وبيحصل لهم دس، بيبقى غالبا الدس ده بسبب الشست انجري، تمام. طيب تعالوا بقى ايه نتكلم عن في الكلام المهم. اول حاجه الشيست انجري دي انواعها ايه؟ طيب فكروا معايا كده، لو حد حصل له شيست انجري، تمام، تفتكروا هيكون ازاي؟ اكيد هيكون مثلا اما خبط في حاجه، سواء وقع من دور عالي فخبط في الارض، او مثلا حد كان سايق واللي هما لما العربيه بتقف فجاه كده يتخبطوا في الدريكسيون، تمام. فبالتالي انا عندي الشيست مقفول زي ما هو، الشيست ما فيهوش اي فتحه على الشارع بره، تمام. حتى ده المنظر اهو، كدمات، يعني هلاقي على السكين بره كدمات او كده، مش هلاقي جرح مفتوح لجوه، تمام. فدي سميناها بلانت انجري او كلوز ذا شيست انجري. طيب لو في بقى حد متاخد سكينه، متاخد رصاصه، يعني في جرح مفتوح على الشارع بره، يبقى ده كده اسمه بنتريتنج شيست انجري او اوبن شيست انجري. طبعا ما جبتلهاش صور عشان صورها بشعه قوي، تمام. فاحنا عندنا اول نوع بلانت شيست انجري او كلوز ذا شيست انجري، دي بنشوفها في حالات ايه؟ بنشوفها في حالات الرود ترافيك اكسيدنت، الفول، حد وقع من دور عالي، كراش انجري، حد مثلا كان بيجري وخبط في حيطه جامد، يعني خبط في اي حاجه، تمام. بيقولي ان هو غالبا في الحالات دي هو مش بيجي بشست انجري بس، يعني حد واقع، حد عامل حادثه عربيه او كده، لا غالبا بيجي لي بمالتيبل انجريز زي الهيد مثلا، لمب، ابدومين، وهكذا. penetrating chest injury او open chest injury بنشوفها في حالات الاسولت، اللي هي حالات الاعتداءات وكده، تمام. احنا قلنا حد بيبقى ضربه رصاصه بسكينه، ضربه بسكينه وهكذا. طيب دي بيبقى معاها ايه؟ معاها chest wall damage، معاها open pneumothorax organ injury. بصوا اجيله open pneumothorax دي احنا هنعرفه بالتفصيل في الاخر، تمام. المهم يعني ان هو بيبقى معاه اكيد هيحصل دامج للشيست وول، اكيد ممكن يحصل انجري لاي اورجان موجود عندي جوه، هارت، لونج، وهكذا. طبعا مش كومن قوي ان هو يجي لي مالتيبل انجري، لان صعب يعني او نادر قوي لما بنلاقي حد مثلا طاحن حد في كذا حته في جسمه او كده، غالبا حتى لو اكتر من طعنه بيبقوا في نفس المكان يعني. فهو غالبا هيجي لي بشيست انجري بس في حاله الايه، البنتريتنج، تمام. طيب احنا كده خلصنا التايبس. تاني حاجه بقى هي الميكانيزم اوف انجري، الانجري دي هتحصل ازاي؟ خلينا نبدأهم من تحت لفوق، تمام. اول حاجه البنتريتنج ووند، دي اتكلمنا عنها، عندي جرح مفتوح على الشارع في حالات الاسولت زي الستاب اللي هي الطعنه او الميسل، حد يكون مضروب برصاصه. طيب تاني حاجه بادي كومبريشن، حصل ايه؟ حصل كومبريشن على الشيست. طب ده ممكن يحصل ازاي؟ زي ما قلنا حد واقع من دور عالي فقام جاي صدره مخبوط جامد في الارض، تمام. او مثلا حد اترمى عليه حاجه من فوق، وقعت على صدره حاجه طبعا تقيله، حجر كبير او كده، تمام. فبنشوفها ايه في شيست انجري اند فول، في حالات الوقوع من فوق والكلام ده. طيب تالت حاجه بقى دي اللي سبتها الاخر عشان نتكلم فيها شويه، بودي اكسلريشن اند ديسلريشن. يعني ايه؟ بص كنا بناخد حاجه في الفيزياء زمان
اسمها انيرشيا او اسمها القصور الذاتي، تمام. كان دايما كده ايه المدرسين يقولوا لنا ايه، وكان مثال العربيه ده مشهور جدا، انت لما بتبقى ماشي على سرعه وتيجي تفرمل العربيه فجاه، تمام، جسمك بالقصور الذاتي بيقوم طالع لقدام، صح كده؟ طيب جميل، هي ده نفس الفكره بالظبط، body acceleration and deceleration، برضو ان بيحصل organ inertia behind the skeletal acceleration او deceleration. يعني مش شرط الاصابه تبقى، يعني هو مثال العربيه ده هو حقيقي فعلا متحقق عندنا في chest injury، بس ممكن كمان تكون مثلا بتجري بسرعه او كده، الاورجن نفسه جوه الشيست يحصل له نفس الانيرشيا اللي بتحصل للجسم جوه العربيه، تمام. تمام جميل قوي. ودي بتبقى في ايه؟ بتبقى في الروت ترافيك اكسيدنت بنسبة كبيرة يعني. طيب جميل، يبقى احنا عندنا body acceleration و deceleration، عندنا body compression، عندنا ايه؟ penetrating wound. طيب المود اوف ديس دي الايتم رقم 3. جميل، لو حصل ديس من الكارديوثوراسيك انجري هيحصل ايه؟ فاكرين في اول سيكشن خالص لما كنا قلنا ان انا عندي اللي هي التراي موديل ديس ديستريبيوشن، وقلنا الفيرست بيك والسكند بيك والثيرد بيك وهكذا، هي نفس الفكره بالظبط، برضو عندي immediate ان هو يحصل على طول بعد الانجري، early وليت، بعد ايام وممكن اسابيع كمان، تمام. طيب immediate دي اللي هي تحصل ايه؟ في خلال ثواني لدقائق. تفتكروا ايه؟ اكيد حصل اصابه او انجري لحاجه من الاورجنز الفايتال المهمه جدا الموجوده جوه الشيست، اللي هي ايه؟ الهارت والبلود فيزلز الكبير، فحصل ديسربشن للهارت اور جريت فيزل انجري. طيب ايرلي اللي هي بتبقى من فيو مينتس تو اور، حصل اير واي اوبستراكشن، مثلا ممكن يكون حد حصل له مثلا ايه، هقول لكم بليدنج جامد مثلا فبلع دم فعمل له ايروي اوبستراكشن، فراكشر مثلا في اي حاجه فعملت ايروي اوبستراكشن، تمام. تنشن نيمو ثوركس برضو هنعرفها مع نيمو ثوركس قدام. بالمونري كونتيوجن يعني بمعنى ايه؟ ان الخبطه تعمل كونتيوجن، تعمل زي كدمه كده في اللنج، تمام. فطبعا الاريا اللي حاصل فيها كونتيوجن دي اكيد هيبقى فيها ديفكت في الجاز اكستشينج وهتتأثر، فده واحدة واحدة هيأثر لي على البريسنج بتاعي، تمام كده. أو كاردياك تامبونيت دي برضو خلوها للآخر هنعرفها، ماشي. طيب جميل، يبقى ايروي اوبستراكشن، تنشن نيموثوراكس، بالمونري كونتيوجن أو كاردياك تامبونيت. ليه بقى اللي هي بتبقى بعد أيام ممكن أسابيع، اللي هو بعد ما أنا بعتقد إن هو خف، ممكن يحصل بالمونري كومبليكيشن، يعني تبقى كومبليكيشنز، تمام. او سبسز مثلا في البنتريتنج ووند او الحاجات دي، كان دخل انفكشن فعمل لي ايه؟ سبسز او ميز انجري، ان انا كان عندي انجري جوه ما خدتش بالي منها، يبقى بالمونري كومبليكيشن سبسز اند ميز انجري. طيب جميل، ده كده ايه؟ ده كده المود اوف ديث. طيب بعد كده بقى عندنا الكلاسيفيكيشن. هي حته الكلاسيفيكيشن دي رخمه لسبب واحد بس، ان احنا في كذا حاجه من الحاجات دي هنقولها قدام، فمعانيها دلوقتي مش هتبقى مفهوم، بس احنا ايه، خلونا نقول يعني سريعا كده. طيب انا قسمت الشيست انجريز دي تقسيمتين او لحاجتين، يعني ليسل، تمام، وهيدن. ليسل باينه من اسمها، ليسل يعني حاجه فيتال، حاجه قاتله، يبقى اكيد دي بتعمل يعني ايه، immediate life threatening، تمام. في حاجه بقى ممكن تكون هيدن او يعني ايه، حاجه هي برضو life threatening بس مش ليسل زي ايه، زي الستة الاولانيين دول، تمام، فسميناها hidden او potential life threatening. طيب جميل، الليثال او immediate life threatening ده زي ايه؟ airway obstruction، هيتنفس ازاي، تمام. open pneumothorax، tension pneumothorax، الاثنين دول pneumothorax، بصوا كلمة نيمو يعني هوا، تمام، وثوركس يعني chest، او يعني ثوركس يعني chest، تمام. فده معناه ان في ايه؟ في هوا جوه الشست. طب فين تحديدا؟ في البلورة، خلاص. في منه بقى نوعين هنعرفهم قدام، فليل شست ده برضو دي حاجة هنعرفها قدام، بس ان هو ايه، في كسر او فراكشر في اكتر من رب، تمام، في اكتر من رب. طيب جميل، كاردياك تامبونيد، ان انا عندي برضو بلوت ايه حوالين الهارت، ماشي. ده يعني نبذة سريعة بس عن الكلام عشان ما تبقوش تحسوا ان انتوا بتقروا طلاسم، يعني لحد ما نقولهم بالتفصيل. طيب الهيدن او البوتنشال لايف ثريتنينج، عندنا كاردياك كونتيوجن، نفس فكره الكدمه اللي قلناها ورا بس تحصل في الهارت بقى، دايفراجماتيك رابشر، عضلات الدايفرام دي ترابشر، تمام. بالموناري كونتيوجن، اورتيك ديسربشن، يحصل انجري في الاورطه،
ماشي، اسوفيجيال انجري تحصل في الاسوفيجاس، تريكيو برونكيال انجري يحصل بقى في التراكيه او في التو مين برونكاي. ماشي، يبقى احنا عندنا الليسن اللي هي الايميديت لايف ثريتنينج، اير واي اوبستراكشن، اوبن نيموثوركس، فليل شست، تنشن نيموثوركس، ماسيف هيموثوركس، كاردياك تامبونين. الحاجات الهيدن او اللي هي بوتنشال لايف ثريتنينج، كاردياك كونتيوجن، دايفراجماتيك رابشر، بالمونري كونتيوجن، اورتيك ديسربشن، اسوفيجيال انجري، وتريكيو برونكيال انجري. تمام، طيب جميل، جالي عيان شست انجري في اوضه التروما، هعمل ايه؟ هتعامل معاه ازاي؟ طيب اول حاجه هعملها حاجه اسمها برايمري سيرفي. هعمل فيها ايه؟ ان انا هايفالويت للسكس كونديشنز الليسن اللي عندي دول، لان احنا قلنا ان هم immediate لايف ثريتنينج. تمام، فهعمل الاول ايفالويشن اتاكد ان هو ما عندوش اي حاجه من السته دول. طيب وبعد كده خلاص اتاكدت ان هو ما عندوش حاجه من السته دول، ابدا اشوف الهيمو دايناميك ستابيليتي بتاعته. في مثلا نزيف جامد اكونترولو الاول، طب لا خلاص النزيف بسيط او مفيش نزيف اصلا، وهكذا. وابدا اعمل الاي بي سي، فاكرين الاي بي سي اللي اتكلمنا عنهم برضو في اول سيكشن؟ هاجي بقى اعملهم هنا، هتاكد ان الايروي بتاعي بيتنت، هتاكد ان البريسنج بتاعه كويس، هتاكد ان السيركيوليشن بتاعته ماشي تمام، لو في هيموريدج ابدا اتعامل معاه. تمام، يبقى انا الاول بتاكد ان هو ما عندوش اي حاجه من الحاجات السته اللي هما immediate life threatening بالنسبه لي، وبعد كده بقى ابدا امشي خطوات الاي بي سي بتاعتي عادي جدا، و اعمل assessment للهيمودايناميك ستابيليتي. طيب جميل، بعد كده اعمل ايه بقى؟ خلاص انا اتاكدت من او عملت البرايمري سيرفي واتاكدت من الحاجات دي، اعمل ايه؟ ابدا بقى اخد منه هيستوري بالراحه كده، اشوف ايه الميكانيزم اوف انجري، هل دي حادثه، هل حاجه وقعت عليه، طب هو وقع من بندور عالي او كده. ماشي، طيب لو رود ترافيك اكسيدنت باخد الديتيلز من الناس الباراميديكس المسعفين اللي ناقلينه من مكان الحادثه. طب هي مثلا العربيه مقلوبه ولا في عربيه خبطاه؟ طب مثلا مقلوبه، هو كان ناحيه القلبه ولا هي مقلوبه على ظهرها؟ فاهم يعني الحاجات دي كلها بتفرق. تمام، طيب لو هو بقى فايق كده وصاحي معايا، ابدا اساله يعني انت، هو اكيد طبعا بيتوجع، الشيست انجرز دي البين بتاعها بيبقى رهيب جدا بسبب الانتركوستال نيرفز. تمام، فلو هو فايق كده اقول له اعمل لي، قول لي فين بالظبط بيوجعك، صدري يا دكتور بيوجعني، اقول له لا معلش حط لي ايدك على اكتر مكان بيوجعك. تمام، طيب باخد منه برضو حاجه اسمها امبل هيستوري، ان انا اساله لو كان عنده الرجي، حساسيه من حاجه معينه، بياخد ميديكيشنز معينه، الديزيزز اللي عنده قبل كده، البوست ميديكال هيستوري، اخر حاجه اكلها امتى، تفرق معايا عشان الانستيزيا عامه يعني، عشان ما تستغربوهاش. بس ايفنت ليد تو برزنتيشن، ايه الحاجه اللي وصلته للحادثه دي؟ يعني مثلا لو هو واقع من دور عالي، طب ما انت كنت بتنتحر ولا انت وقعت ولا ايه؟ تمام، طبعا الامبل دي برضو باخدها منه هو لو كان فايق، ولو مش فايق لو حد بقى من الريلاتيفز جاي معاه. تمام، طبعا لو في باراميديكس هم اللي ناقلينه اكيد مش هعرف اخد منهم الكلام ده، مش هيبقوا عارفين. جميل، طيب خدت منه الهيستوري والكلام ده كله، ابدا بقى اعمل فيزيكال اكزامينيشن، حرفيا هفليه، هفحص كل حته في جسمه من هيد تو تو فيزيكال اكزامينيشن، ودي اللي اسمها سكندري سيرفي. يبقى انا تعالوا كده عشان ممكن نتسال في حاجه زي دي، برايمري سيرفي انا كنت بعمل ايه؟ كنت بتاكد ان هو ما عندوش اي حاجه من الليسل سكس. تمام، وبعمل له اي بي سي. طب سكندري سيرفي لا، ده انا ببدا اشوف بقى من هيد تو تو. طيب جميل، عملت هيد تو تو فيزيكال اكزامينيشن، ببدا بقى ايه، اعمل ايفالويشن للفايتال ساينز بتاعته والبالس اوكسيمتري، اشوف الشيست وول موشن اخبارها ايه، لو عنده فليل سيجمنت، فاكرين فليل دي قلنا فراكشر في اكتر من ريب، فاكيد يعني اكيد متوقعين انها هتبقى عامله شكل مختلف في الشيست وول موشن. تمام، ساكنج ووند، بالساس بارادوكسيكس، هنعرفها برضو. تمام، وبالمناسبه الحاجات دي انا مش بعملها ايفالويشن مره واحده، لا انا بعملها ايفالويشن وارجع اري ايفالويت تاني، يعني بتاكد من الحاجات دي كل شويه. تمام، طيب جميل، بيقول لي ان انا وانا بعمل، طيب افرض وانا بعمل فيزيكال اكزامينيشن اكتشفت حاجه لايف ثريتنينج، لا اوقف الفيزيكال اكزامينيشن بتاعي، انقذ الحاجه دي، اعمل سيف للحاجه دي الاول، وبعدين ارجع اكمل فيزيكال اكزامينيشن بتاعي تاني. تمام، فبيقول لي انتربت فيزيكال اكزامينيشن لو في لايف سيفنج بروسيجر تقدر تعملها، زي مثلا ايه، اير واي او شيست تيوب بليسمنت از نيدد. يعني وانا بعمل فيزيكال اكزامينيشن كده اكتشفت ان بدا يحصل له او بدا يحصل له حاجه في الاير واي، بدا ما يبقاش قادر ياخد نفس، لا اوقف الفيزيكال وابدا اركب له شيست تيوب او اي تيوب يعني. تمام، وايه، وبعد كده اكمل فيزيكال اكزامينيشن براحتك. تمام، evaluate وري evaluate area of going blood loss، سواء كانت open wound مثلا او fracture، عمل injury لblood vessel او حاجه. طيب
بيقولي كمان ان غالبا هيبقى معاها ابدومينال او بيلفيك او اذر اكستريميتي انجري، ممكن برضو يبقى حاصل بلاد لوس منهم، يعني مش شرط بلاد لوس يبقى حاصل من انجري في الشيست، لا ممكن يبقى معاها ابدومينال انجري او بيلفيك او كده، هو ده اللي عامل البليدنج. فانا برضو لازم اكنترول البليدنج الاول بعدين ارجع للهدف الرئيسي بتاعي. ماشي طيب جميل، يبقى احنا كده خلصنا الفيزيكال اكزامينيشن. طب بعد كده هعمل ايه؟ اعمل له بقى انفستيجيشن، ما هي مش كل حاجه هتبان لي بالفيزيكال اكزامينيشن. طيب ايه بقى الحاجات اللي هعملها؟ اول حاجه شيست اكس راي، هعمل اكس راي. تمام ده هيفيدني في ايه او ده هيبين لي ايه؟ هيبين لي لو في نيمو ثوركس، هوا في الايه، في البلوره. تنشن نيمو ثوركس ده نوع منه هيمو ثوركس، لا ده بلاد بقى، بلاد في البلوره، او لو في شيست وول فراكشر. طيب حاجة تانية ممكن أعملها اسمها فاست. ايه الفاست دي؟ اللي هي focused assessment with sonography، يعني أنا بتوقع حاجة وببدأ بقى بالسونار بتاعي أو بالألترا ساوند أعمل فوكس على المنطقة دي تحديدا عشان أشوف الانجري اللي فيها. تمام دي بتفيدني في الكارديك تامبونيت اللي هو البلاد اللي بيبقى حوالين الايه، الهارت، أو البلاد اللي جوه البريكارديوم. طيب جميل، يبقى احنا قلنا شيست اكس راي وقلنا فاست. طيب سي تي شيست وابدومين وبلفس، اكيد اكيد مش هيبقى في عيان عندي مش ستيبل وعمال ينزف وبتاع وانا اقوم جايه واخداه ومدخلاه جهاز مقطعيه، لا فدي محتاجينها للستيبل بيشنت، وان هي بقى بتبين لي، هي بتبين لي كل حاجه فعلا، يعني حتى اللاسريشن والكونتيوجن الكدمات والجروح البسيطه خالص بتبينها لي او بتطلعها لي. تمام آه طيب سي تي انجيوجرافي بنعملها بقى سي تي بس للبلود فيزلز، بنعملها في نفس الوقت يعني بتاع السي تي التاني ده بتاع الشيست. في بقى كمان حاجه اسمها كاسيتر انجيوجرافي، بيقولي ان ده جولد ستاندر بتاع الاورتيك انجري، ده احسن حاجه تبين لي الاورتيك انجريز. طيب جميل، بصوا دي صور الالترا ساوند اهي، ماشي الثلاث صور دول، هما مش يعني مش هيجي يسالكوا ايه الصوره دي بس عشان تبقوا عارفين، يعني ده شكل الالترا ساوند، ده شكل السي تي. تمام لان هو هي اسمها اشعه مقطعيه، فهي بتبدا تاخد ايه سيكشن سيكشن كده، يعني هي هتشرح لكم طبعا الكلام ده كله في الراديولوجي يعني، بس دي لونج اهي مثلا. تمام مقطوعه كده طيب جميل، ده ايه؟ ده الكاسيتر انجيوجرافي بقى بيبين، بصوا البلاد فيزلز بمنتهى الدقه، فعشان كده هو احسن حاجه تبين لي لو في اورتيك انجري. تمام طيب يبقى احنا قلنا الانفستيجيشنز اللي هنعملها ايه؟ شيست اكس راي، فاست، سي تي شيست وابدومين وبلفس، سي تي انجيوجرافي وكاسيتر انجيوجرافي. طيب جميل، بعد كده بقى هبدا امانج. تمام خلاص انا عندي مثلا لو عندي شيست وول فراكشر، تمام عملت انترو بوستيريور شيست اكس راي عشان اشوف مكان الفراكشر فين بالظبط، عملت سي تي برضو عشان اشوف لو في انجريز تانية او لو كان الفراكشر ده عمل لي مثلا اي انجري تانية، ابدا بقى اعمل تريتمنت. طيب احنا كنا قلنا من شويه ان عيان الشيست انجري ده بيبقى عنده بين رهيب جدا بسبب الانتركوستال نيرفز، تمام فانا هبدا اعمل كنترول للبين ده ماشي، وobservation لو كان simple chest wall fracture، يعني لو الكسر ده بسيط ببدأ أعمله observation كده خلاص، يعني مش لازم تدخل جراحي أو حاجة، لأ مجرد observation بس، وأعمل ايه control للبين. ماشي analgesic agent طبعا عشان موضوع البين control ده، بندي intercostal nerve block حاجة تقفل لي intercostal nerves دي خالص، أو epidural analgesia اللي هو الانالجيزيا، يعني نوع كده بيتاخد في السباينال كورد، تمام اسمه epidural analgesia. طيب جميل، بنعمل برضو حاجة تانية اسمها بالمونري تويلت. طيب بص دلوقتي انا لو عندي حد عنده شيست انجري، تمام طيب هو معرض ايه؟ معرض انه يدخل انفكشن لللونجز، تمام معرض كمان مثلا لو هو جرح مفتوح على الشارع ان يحصل لللونج دي اتريكتيزيا، تكون لابس كده، تمام اللي هو ايه، تلزق يعني، تمام تكون لابس على بعضها. طيب الحاجات دي اكيد طبعا هتانترفير مع الوظيفه الاساسيه لللونج اللي هي ايه، الريسبيريشن، فبنعمل حاجه اسمها بالمونري تويلت. يعني ايه بالمونري تويلت؟ يعني ان انا ببدا اخلي البيشنت ده يعمل اكسرسايزز معينه كده، انسبيريشن واكسبيريشن، عشان تفضل اللونج راحه جايه وعماله تتنفس، فبالتالي مش هيحصل اتريكتيزيا طول ما هي عماله اعمل لها اكسرسايز، فانا عماله اطلع الحاجات اللي جوه يعني ايه الميوكس بقى بيقوم مطلع الحاجات اللي جوه بقى، بكتيريا اي ضغط اي بتاع تخرجوا لي بره. ماشي دي فكره البلمونري تويلت، يعني عشان الكلمه ما تبقاش غريبه بالنسبه لكم. طيب بيقول لي ان احنا في حالات الشيست وول انجرز دي او فراكشرز بنحتاج السيرجري رير جدا،
رير قوي للسيمبل فراكشر خلاص بنحتاجها اكتر في ايه، معلش انا علقت، بنحتاجها اكتر في ايه، في الـ في اللور ريب فراكشر. طب ليه؟ عشان غالبا لما بيبقى فيه لور ريب فراكشر سواء رايت او ليفت بيعملي انجري للليفر والسبلين، تمام؟ فعشان كده انا بحاول ان انا اعمل سيرجري امانج الفراكشر ده بدري بدري قبل ما يعملي ايه لاسريشنز، تمام؟ طيب جميل، يبقى احنا هنعمل بين كنترول، ولو سامبل شيست وول فراكشر بنعمل له اوبزرفيشن، بنحتاج التدخل السيرجري فيه نادر جدا، بنحتاج السيرجري بس في حالات الرايت والليفت لور ريب فراكشر عشان ما يعمليش ايه ليفر وسبلين لاسريشن. طيب هي الصورة دي موجودة عندكم في الكتاب؟ انا ما اعتقدش ان يعني ممكن يسأل فيها، ولكن هنقولها وبرضه هتذكروها من باب الاحتياط، تمام؟ طيب تعالوا بقى نمشي واحدة واحدة كده. بصوا عندنا بنتريتنج ثوراسيك تروما، يبقى احنا هنتكلم في ايه دلوقتي؟ في بنتريتنج. طيب جميل، هنعمل البرايمري سيرفي بتاعنا، ماشي، هنأسس الاي بي سي. هلاقي عندي احتمال من 3، يا اما الشخص ده او البيشنت ده ستيبل هتعامل معاه بطريقة معينة، يا اما انستيبل، يا اما في كاردياك ارست. كاردياك ارست على طول على الامرجنسي ديبارتمنت، تمام؟ يعملوا له بقى ثوراكوتومي، يفتحوا له فتحة في الشيست كده وايه، ويظبطوا الدنيا اللي جوه دي. طب جميل، طب لو كان هو ستيبل، قال لي لو ستيبل هبدأ اعمل له فيزيكال اكزامينيشن واعمل له شيست راديوجراف، تمام؟ واشوف والله لقيت عنده او مثلا نيموثوراكس او هيموثوراكس، هل عنده حاجة من دول؟ اه، يبقى هعمل له حاجة اسمها تيوب ثوراكوستومي. انا بانسرت تيوبة كده، بفتح فتحة في الشيست وبدخل تيوبة، تمام؟ التيوبة دي ميزتها ايه؟ ان هي بتعمل درينج للفلويد اللي جوه او الاير اللي جوه، تمام؟ ولو مثلا هو كان فلويد فبتعرفني ايه الكمية اللي طالعة دي قد ايه. طيب جميل، طب لو مفيش، لا مفيش نيموثوراكس ولا هيموثوراكس، خلاص اشوف هل الانجري دي جوه الميديستاينم. الميديستاينم ده اللي هو ايه؟ اي حاجه جوه الشيست ما عدا اللونج اللي هو بقى التراكيه والهارت وكده، هل هي انجري في حاجه من الحاجات دي؟ لو اه، يبقى ابدا ايفالويت الميديستاين، اشوف بقى الحاجات بتاعه الميديستاينم دي، اعمل ايكو كارديوجراف يعني اعمل الترا ساوند على الهارت، شيست سي تي انجيوجرام عشان اشوف الفيزلز، برونكوسكوبي عشان نشوف لو في انجري في التراكيه او البرونكاي، اسوفيجوجرام اشوف اشوف الاسوفيجس، تمام؟ اشوف لو في اي انجري في الاسوفيجس، استوفاجوسكوبي الاسوفاجوجرام بعمل اشعه، تمام؟ الاسوفاجوسكوبي لا انا بدخل بمنظار. طيب مفيش انجري في الميديستاينم، خلاص بقى ببدا اشوف التيوب دي، مونيتور شيست تيوب اوتبوت، بدخل تيوب واشوف هتطلع لي ايه، تمام؟ طيب لو كان هو انستيبل بقى ببدا اعمل له ريسسيتيشن، واعمل له ايه بعد ما اعمل له ريسسيتيشن ويبقى ستيبل؟ هعمل له فيزيكال اكزامينيشن، تمام؟ وبعد كده اقوم عامله برضو إيه، لو انا لقيت ان البريس ساوند ديكريز، لو لقيت يعني انا هحط ايه السماعه واسمع البريس ساوند بتاعه، لقيتها ان هي ديكريز هحط له تيوب، نفس الفكره برضو اللي عملناها في الستيبل، تيوب ثوراكوست، ماشي؟ وابدا اشوف الاوتبوت بتاعي. طيب الاوتبوت هل هو نير 1500 ملي او ازيد، تمام؟ لو اه، ساعتها هدخله الاوبريشن روم، هدخله اوضه العمليات واعمل له حاجه اسمها ستورنوتومي، يعني بفتح من عند الاسترنوم او سوراكوتومي، تمام؟ كده كده بفتح شيست يعني باختلاف الاماكن بس، سواء استرنوتومي او سوراكوتومي. طيب لو لا، خلاص يبقى بعمل بري كارديال الترا ساوند بوزيتيف، يعني بمعنى ان في انجري، ان طلع لي ان في انجري فعلا، برضو بندخله الاوبريشن روم ونعمل له استرنوتومي او سوراكوتومي. طب نيجاتيف يعني مفيش انجري، ببدا اديله فلويد ريسوسيتيشن، ماشي؟ لقيت ان هو ريسبونس، خلاص برضو هحط له شيست تيوب واستنى اشوف اللي هيطلع لي، واعمل برضو ايفالويشن للميدياستاينم، يمكن الايه الانجري تكون جواه. طيب مفيش، يبقى انا بدخله لاوبريشن روم فور بريكارديال ويندو، افتح فتحه في البريكارديوم كده وابص اشوف ايه المشكله اللي جوه، لقيت فعلا في مشكله اوبريشن روم. طب ما لقيتش فيه مشكله نيجاتيف يعني كونتينيو ريسسيتيشن، ماشي؟ طيب انا ليه هنا يعني ما قعدتش خدت كل الخطوات دي؟ عشان ده ستيبل، انما هنا ان ستيبل، فانا كل ما انا مش عارفه اوصل لحاجه بقوم عامله ريسسيتيشن، تمام؟ وطبعا قلنا ايه كارديك اريست اللي هو ايه ايمرجنسي ديبارتمنت، ماشي؟ احنا كده خلصنا اول جزء اللي هو ايه الجنرال. تعالوا نراجع بس على اللي احنا قلناه سريعا كده.
قبل ما ندخل في الجزء التاني. طيب احنا قلنا انا عندي التايبس اوف انجري نوعين، في البلانت اللي هو الكلوز تشست انجري، ده الروت ترافيك اكسيدنت، فول كراش انجري، ودي بيبقى معاها مالتيبل انجريز في كذا حته، بينتريتنج او اوبن بيبقى معاها شيست وول دامج، اوبن نيمو ثوركس، و اورجان انجري. طيب بتحصل ازاي؟ اول ميكانيزم اللي هو البادي اكسلريشن والديسلريشن، ان يحصل انرشيا او قصور للاورجان جوه الجسم زي روت ترافيك اكسيدنت. تمام. البادي كومبريشن عندنا شيست انجري وفول، البينتريتنج ووند في حاله مثلا ستاب طعن او ايه او ميسل رصاص. ممكن يحصل ديس immediately بسبب الديسربشن اوف هارت او جريد فيزل، ممكن ايرلي بسبب ايروي اوبستراكشن، تنشن نيمو ثوركس، بالمونري كونتيوجن او كاردياك تامبونيد، ممكن ليت بعد ايام وممكن اسابيع كمان بسبب البالمونري كومبليكيشن او السبسز او الميسد انجري، تكون حاجه انا مش واخد بالي منها. كلاسيفيكيشن قسمناهم لليثل اللي هي immediate life threatening، ودول قلناهم 6 حاجات. تمام. وهيدن برضو 6 حاجات. ليثل زي ايه؟ قلنا airway obstruction، open pneumothorax، flail chest، tension pneumothorax، massive hemothorax، cardiac tamponade، وقلنا اغلبهم هنعرفهم قدام. الهيدن او البوتنشال اللي هي برضو life threatening بس اقل شوية من الليثل، زي cardiac contusion، diaphragmatic rupture، pulmonary contusion، aortic disruption، esophageal injury، و tracheobronchial injury. اول حاجة بعملها ان انا بتأكد ان مفيش حاجة من الليثل 6. تمام. وببدأ اعمل له EPC. بعد كده باخد منه هيستوري وسيمبتومز، سواء منه سواء من الباراميديك اللي جايبه او سواء من الريلاتيف اللي معايا، وابدا اعمل له فيزيكال اكزامينيشن فروم هيد تو تو، واتابع الفايتال ساينز بتاعته. بس لو لقيت اي لايف سيفنج بروسيجر ممكن اعمله في نص الفيزيكال اكزامينيشن بوقفه فورا وبعمل اللايف سيفنج بروسيجر ده، اشوف لو في اي مكان لبلاد لوس سواء كان اوبن ووند مثلا او فراكشر عامل انجري لبلاد فيزل. تمام. وغالبا غالبا هلاقي سورس البليدنج ابدومينال او بلفيك ايه انجري. طيب انفستيجيشن بقى، هعمل اكس راي، هعمل فاست اللي هي فوكس اسيسمنت سونوجرافي، هعمل سي تي على الشيست والابدومينال والبلفس طبعا للناس الستيبل، ومعاها في نفس الوقت هعمل سي تي انجيوجرافي وكاسيتر انجيوجرافي، ده جولد ستاندرد للاورتيك انجريز. تمام. بعد كده المانجمنت بالنسبه للشيست وول فراكشر، قلت انا اهم حاجه عندي ان انا اعمل بين كنترول، هعمله بايه؟ بانالجيستكس زي الانتركوستال نيرف بلوك او الابيديورال انالجيسيا. تمام. لو عندي سيمبل شيست وول فراكشر الموضوع بسيط، بعمل له اوبزرفيشن، مش مستاهل سيرجري. سيرجري دي بعملها في حاله ايه؟ الرايت والليفت لور ريب فراكشر انفولف ليفر اند سبلين لاسريشن. تمام. طيب برضو عشان افويد الاتلكتيزيا او النيمونيا اللي ممكن تحصل من الانجري دي، بعمل له حاجه اسمها بالمونري تويلت بعد الاكسرسايز كده اللي بتخلي اللونج ايه شغاله. وبعدين جينا قلنا الدايجرام ده يعني ايه، ممكن تبصوا عليه مره كمان كده. دلوقتي هنبدا في الجزء الثاني من المحاضره، وان احنا هنبدا ناخد شويه انجرز كده ونتكلم عنها بالتفصيل شويه. ماشي. اول حاجه عندي اسمها فليل شيست. يعني ايه فليل شيست؟ احنا كنا قلنا في اول المحاضره ان هو بيبقى عباره عن كذا رب مكسورين. تمام. طيب إيه؟ طب ده كلام عام، تعالوا بقى نشوف. بص عندنا ده كده الايه الريب كيج. ماشي. عندي اكتر من 2 رب، بس بشرط ان هما يكونوا ورا بعض. تمام. وفيهم فراكشر في ناحيتين، يعني الفراكشر مش هنا بس، لا ده الفراكشر هنا وهنا. تمام. فاصبح الجزء ده كده اللي هو اللي جوه الفراكشر ده بقى جزء منفصل تماما عن ايه، او سيجمنت منفصلة عن باقي الشيست، او يعني في الحركة وفي الفانكشن وفي كل حاجة بقت منفصلة عن باقي الشيست. تمام. طيب فانا متوقعة لما هي بقت سيجمنت منفصلة كده، اكيد ما بقتش بتفولو الحركة الطبيعية بتاعت الشيست. تمام. طيب تعالوا كده نبص هنا. هو انا عندي الشيست ايه بيحصل ايه لما بيحصل انسبيريشن؟ بناخد نفس. تمام. بيطلع لبره. تمام. ولما بنطلع الاكسبيريشن بيقوم ايه داخل جوه تاني. تمام. طيب جميل، ده سيجمنت منفصل فهو مش هيتبع الشيست موفمنت، هيبقى عكسها، عشان كده سميناه بارادوكسيكال شيست موفمنت. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ بصوا تعالوا هنا كده في الانسبيريشن، دي اللونج السليمه او الناحيه السليمه اللي ما فيهاش فراكشر. تمام. طيب خدنا انسبيريشن، فالايه الشيست بدا يوسع كده. تمام. مفيش اي مشكله خالص هنا. طيب جميل، نيجي بقى الناحيه دي اللي فيها الايه، اللي فيها الفليل سيجمنت الانسبيريشن. تمام. كل حته في اللنج
وسعت وخرجت لبره الا الجزء ده اللي عليه الفليل سيجمنت. جميل، دخل هو لجوه. جميل، يبقى اذا الجزء اللي وراه من اللنج ما خدش هوا، ما تنفخش. طيب حلو، تعالوا نشوف بقى الاكسبيريشن. المفروض انه ثواني، المفروض ان في الاكسبيريشن تمام طلعنا نفس، فالايه الشيست هيبدا يرجع تاني لمكانه خلاص، فكل حته هترجع لمكانها اهو وهو، ما عدا الحته دي، ما عدا الايه الحته دي. طيب تمام، نمسح عشان ايه نشوف الكلام ده. ماشي، ما عدا الحته دي طلعت لبره، يبقى اذا الجزء اللي جواها ده ايه، ما حصلش فيه جاز اكستشينج، ما دخلوش اكسجين في الانسبيريشن وما خرجش منه الكربون دايكسايد في الاكسبيريشن، فيبقى كده في امبيرمنت في الجاز اكستشينج في السيجمنت اللي ورا الفليل سيجمنت. تمام كده. طيب وقلنا ان هي حركتها بتبقى عكس حركه الشيست النورمال، فعشان كده سميناها بارادوكسيكال. تمام، طيب احنا كده فهمنا الفكره او الميكانيزم بيحصل ازاي. تعالوا بقى نشوف اللي مكتوب. بيقول لي ان الفليل شيست ده انفولف 3 اور مور كونسيكيوتيف ريب، اكتر من 3، معلش انا كنت قلت لكم اكتر من 2، لا هم اكتر من 3، 3 او اكتر. تمام، consecutive rib fracture in two or more location، يعني في مكانين او اكتر، ما ينفعش يبقى في مكان واحد لان انا محتاجه ان السيجمنت تكون مفصوله. طيب جميل، بيقول لي ان هو produce comminuted fracture with free floating unstable bony segment that is detached من remaining chest. مش احنا كنا اكيد كنتوا خدتوا ان الكوميونيتد ده ان هو العظمه مكسوره في اكتر من مكان، فهو ما هي الريب ده عظمه مكسوره في اكتر من مكان، فدي كده comminuted، وطلعت لي في الاخر segment floating يعني عايم لوحده كده detached من باقي الايه، من باقي الشست. طيب فبيقول لي so what happened، فليل شيست يعمل لي بارادوكسيكال شيست موفمنت، يعني شيست موفمنت عكس الطبيعي. تمام، طيب بيقول لي ان الفراكشر سيجمنت ده ويل سينك انتو ذا شيست مع الانسبيريشن، يدخل لجوه زي السهم ده كده. تمام، اند اكسباند اوت ويز اكسبيريشن اوبوزيت تو نورمال شيست اي نورمال شيست وول. طيب تمام، طيب احنا عرفنا الفليل شيست بيحصل ازاي، هنعالجه بقى ازاي. اول حاجه ان انا هعمل اكس راي للبيشنت with chest wall fracture، بتعرفني الفليل شيست، ان انا بلاقي طبعا في الاكس راي في اكتر من كسر في الريبس، وبيبقى يعني شكلها باين قدامي الفليل سيجمنت دي. تمام، طيب احنا كنا قلنا ان اي شيست انجري بيبقى معاها بين رهيب جدا. تمام، فاحنا هنعمل بين كنترول، هنعمل بالمونري تويلت اللي احنا قلنا عليها دي مهمه هنا جدا. ليه بقى؟ لان انا اصلا عندي سيجمنت ما فيهاش جاز اكستشينج. تمام، فانا محتاجه البلمونري تويلت ده هنا. كمان بيقول لي الاكسجين ده برايمري ثيرابي فور بلمونري كونتيوجن، اي انجري في الشست اثرت على اللنج سواء بقى كونتيوجن سواء فليل سيجمنت اي حاجه، مهم جدا جدا الاكسجين. وبرده احنا هنا قلنا في امبيرمنت في الجاز اكستشينج، يبقى انا مهم ان انا ادي اكسجين. تمام، طيب بيقول لي ان سيفيريتي اوف فليل انجري والاسوشيتد كونتيوجن محتاجه اندوتراكيال انتيوبيشن والاي بي بي في، ده برضو حاجه للفنتيليشن يعني. تمام، جهاز للفنتيليشن، يعني الفليل انجري لما بتبقى سيفير قوي او معاها كونتيوجن، يعني مش بس فليل شست، لا ده معاها كمان كذا اريا اوف كونتيوجن، فبقى عندي اماكن كتير فيها جاز اكستشينج امبيرمنت، فبنبدا ندي اندوتراكيال انتيوبيشن او فنتيليشن. وبيقول ان الاوبتيمال فنتيليتوري مانجمنت كروشيال، حاجه مهمه جدا ان انا احطه على فنتيليشن. طيب في بقى حاجه هنا، هي دي يعني لكذا ديزيز، مش للفليل شيست بس. بيقول لي انديكيشنز اوف اي سي دي، اي سي دي اللي هي الانتركوستال درينج تيوب. تمام، يعني ايه انتركوستال درينج تيوب؟ هي باينه من اسمها ان انا بحط تيوبه جوه الشيست. تمام، في الانتركوستال سبيسز. تمام كده، عشان تعمل لي درينج، درينج بقى لاي حاجه يعني ابنورمال جوه الشست، هواء، بلود، فلويد، اي حاجه. تمام، طيب فدي بنستخدمها في نيموثوركس، هدرين ايه؟ اير. تمام، تنشن سبونتينيوس اتروجينيك، ماشي. هيموثوركس هدرين بلود، تروماتيك هيمو نيموثوركس يبقى فيه ساعات بلود واير في البلوره الاثنين مع بعض. امبايما ده بص في البلوره، هيدرين بص ساعتها. كايلوثوركس ده الليمف في البلوره، يعني البلوره بدل ما يبقى فيها هواء او كده لا بيبقى فيها ليمف. برضو ايه هيدرين ساعتها ليمف. برونكو بلورال فيستولا، ساعات بيبقى فيه حصل من التروما فيستولا كده فتحه ما بين البلوره وما بين البرونكاي غير الفتحه الطبيعيه يعني. تمام،
فبرضو من ايه من انسرت الانتركوستال درينج تيوب دي. طيب تمام، هي ملهاش علاقه بالموضوع قوي يعني، بس هي محطوطه كده في النص فقلت احطها لكم. طيب احنا كده خلصنا اول حاجه اللي هي الفليل شيست. نيجي لتاني انجري عندي هي النيموسوركس. بصوا مبدئيا كده هي النيموسوركس مش انجري بس، يعني مش عشان يعني بمعنى ايه ان انا ممكن الاقيها في حد هو مش جاي بتروما، مش عامل حادثه، مش اي حاجه خالص، بيبقى عنده ديزيزس هي اللي دخلته في نيموسوركس. تمام، بس طبعا بنشوفها في التروما يعني، بس انا قصدي ان مش ده السبب الوحيد ليها. طيب النيموسوركس انا عندي ليها ثلاث انواع، تمام، كلوزد نيموسوركس اوبن نيموسوركس وتنشن نيموسوركس. طيب ايه الفرق ما بين الثلاث انواع بقى؟ بص الكلوزد نيموسوركس ده اللي احنا قلنا عليه ان هو بيحصل في ديزيزز مش تروما او كده. ليه بقى؟ لان انا عندي كلوزد يعني ايه. بصوا طب استنى هقول لكم على حاجه الاول. هي الهواء ده بيتجمع فين؟ فين في البلوره؟ هو انا مش انا عندي البلوره دي كانت طبقتين، تمام، او في طبقه يعني اسمها برايت البلوره، تمام، اللي هي بتبقى لازقه على الشيست وول بره، وفي طبقه تانية اسمها فيسرا البلوره اللي هي لازقه على اللنج، صح كده؟ طيب جميل. هو النورمال ان ما بين الطبقتين دول بيبقى في فلويد بسيط جدا، ماشي. الاب نورمال بقى اللي بيحصل في الحاله دي عندي ايه؟ هو ان بيبدا يتحوش هواء كتير ما بين الطبقتين دول، فبيبقى المنظر زي ما انتم شايفين كده، ده المنظر الطبيعي لللانج، تمام؟ شايفين حاجه بيضه بسيطه خالص، هو ده المفروض المسافه اللي ما بين البرايتل والفيسرال بلوره. انما هنا لا، ده هنا بقى عندي كميه هواء رهيبه جدا ما بين الايه التو لايرز، تمام؟ طيب هل انا هنا شايفه ان في اي تروما او اي انجري في الشيست وول من بره؟ لا، يبقى ده كلوزد نيموسوركس حصل بسبب ديزيز ما، مش مهم. وبيقول لي كمان ان في الحاله دي بما ان مفيش فتحه بقى من بره، فرغم ان الهواء جوه كتير بس مازال البريشر بتاع البلوره او البلوره الكافيتي اقل من البريشر بتاع الاير اللي بره، فبيقول لي ان البلوره الكافيتي بريشر اقل من الاتموسفيريك بريشر، تمام. طيب الاوبن بقى والتنشن، بصوا استنوا نجيب القلم بس كده، ماشي. بصوا انا هنا حصل عندي في الاوبن نيموثوركس ده حصل عندي انجري ولكنها بالعرض زي اتجاه الايه الخط الاحمر اللي انا رسمته ده، ماشي، يعني ايه انجري بالعرض. طيب جميل، حد لما دب السكينه في صدره دبها بالعرض، ماشي. فبدا ايه اللي يحصل بقى؟ بدا يحصل عندي ان في هواء عمال يتنقل ما بين الاثنين، يعني هواء يدخل من الاير بره للبلوره وهواء يخرج من البلوره للاير بره، فاصبح في تعادل في البريشر ما بين البلوره الكافيتي وما بين الاتموسفيريك بريشر، فالبلوره الكافيتي بقى قد الاتموسفيريك بريشر. طب امال التنشن نيموسوركس بقى؟ بيقول لي التنشن نيموسوركس ده لما جه الشخص يدب السكينه في صدره ما دبهاش بالعرض بقى زي هنا، لا ده دبها اوبليك، دبها كده، دبها بالورب، تمام، اللي هو ايه من تحت لفوق كده. فايه بقى اللي حصل؟ بيقول لي ان الجرح لما بقى اوبليك كده ما بقاش بقى بيدخل هوا من بره بس ما بيطلعش، يعني الجرح بقى عامل زي فالف بيفتح في اتجاه واحد، بيفتح في اتجاه انه يدخل الهوا من الاتموسفير بره للبلوره جوه، فاحنا عمال يحصل عندنا في البلوره تراكم رهيب جدا من الاير، فبالتالي الضغط جوه عمال يزيد، فبنوصل للحظه ان الضغط جوه البلوره الكافيتي بقى اكبر من الاتموسفيريك بريشر، تمام. هي دي محطوطه عندكم كصوره بس يعني انتم محتاجين تفهموها، محتاجين تفهموا الفرق ما بين الثلاث انواع، تمام. طيب احنا هنتكلم بقى عن الثلاثه، لا احنا هنتكلم عن التنشن نيموسوركس بس بالتفصيل، الحاجات الثانيه مش هنتكلم عنها. طيب احنا قلنا بقى ايه اللي بيحصل؟ قلنا ان انا بيبقى عندي جرح بالورب كده، تمام، فالجرح ده بيأكت از فالف بيدخل لي هواء من الاتموسفير بس ما بيطلعش. طيب يعني اذا انا عمال عندي يدخل هواء يدخل هواء يدخل هواء، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى اللنج دي عماله تكش تكش تكش. طيب بس كده؟ لا، مش انا عندي ستراكشرز تانية اللي احنا سميناها الميدياستاينم اللي هي عباره عن الهارت والجريت فيزلز. طيب تفتكروا لما الهواء عمال يزق في اللنج وعمال يزق في كل حاجه، دول هيفضلوا مكانهم؟ لا طبعا، اولا هيحصل عليهم كومبريشن، تمام، وتاني حاجه هيحصل لهم شيفتنج، كلمه اسمها شيفتنج ميدياستاينم. يعني ايه؟ يعني يتزق الهارت مثلا ايه هيتزق بالكامل الناحيه الثانيه، الجريت فيزلز مثلا المفروض مكانها هنا دي، لا هنلاقيها موجوده الناحيه الثانيه، دي اسمها شيفتنج ميدياستاينم، تمام. طيب طب واللنج الثانيه؟ لا ما هي مش هتتساب في حالها برضو. طب ليه؟ ما هي مش متاثره بحاجه. طب مش انا عماله ازق عليها حاجات من الميديستاينم، يبقى اذا انا عامله عليها كومبريشن برضو، يبقى الشيست بالكامل اتاثر. في التنشن نيموثوركس الشيست بالكامل بيتاثر بس بميكانيزمات مختلفه بقى، ماشي. طيب جميل،
طيب لما انا عماله اعمل كولابس لللونج دي واحط هوا كتير هنا، هل انا لما اجي احط السماعه على اللونج دي هسمع بريس ساوند؟ اكيد لا، لان البريس ساوند اللي هو داخل وطالع من الرئه ده عليه اصلا هوا كتير، فانا مش سامعاه، مش عارفه اوصله. تمام. طيب اكيد برضو فكره الضغط الجامد على اللونج دي هتعمل لي بين، ماشي. طيب النيك فينز اللي احنا عمالين نضغط عليها لدرجه ان احنا عملنا لها شيفت الناحيه التانيه، ماشي، من الكومبريشن هتبقى ايه؟ هتبقى ديستندد. كمان انا ضغطه على الهارت بتاعي جامد، فمش عارف يؤدي الوظيفه بتاعته، فهيبقى فيه هايبو بيرفيوجن. تمام. طيب تعالوا بقى نقرا الايه الكلام المكتوب. احنا كده فهمنا الميكانيزم، ماشي. بيقول لي ان التنشن نيمو سوركس ده ديفلوب وين لونج او شيست وول انجري از ساتش ذات الاو اير انتو بلورال سبيس بات نوت اوت، بيدخل بس ما بيخرجش، اسمها وان واي فالف. تمام. از ريزلت اير اكيوميليت اند كومبريس ذا لونج، يتراكم جوه ما بين البرايتال والفيسترال بلورا ويبدا يضغط على اللونج، فيعمل ايه؟ يعمل شيفتنج للميديستاين. الحاجات دي كلها هتتزاح الناحيه الثانيه اكتر، كومبريشن للكونترالاترال لونج، الناحيه الثانيه دي هنضغط عليها جامد. طيب ايه بقى الكلينيكال فيتشرز اللي هو هيشتكي منها؟ شارب اند ستابنج شيست بين، تمام، ديزنيا، سيانوزس، لان برضو طبعا ايه، هو مع الكولابس اللونج دي فيها امبيرمنت جامد في الايه، في الجاز اكستشينج، هيبقى فيه سيانوزس، سويتنج، فينتنج. تمام. ديستندد نيك فينز، احنا قلنا ان احنا نعمل كومبريشن على النيك فينز دي فهتبقى ديستندد، الهارت مش قادر يقوم بالوظيفة بتاعته بشكل كامل، فيحصل هايبوتنشن وهايبوبرفيوجن. كمان diminished او absent press sound on the affected side، الناحية دي مش هقدر اسمع عليها press sound خالص من كتر الهواء اللي فوق اللانج. tracheal deviation to contralateral A side، ما هو انا عندي التراكية دي من ضمن الميديستاينم فهي برضو هلاقيها shifted للناحية التانية. تمام كده. طيب دايجنوزس بيقولي ان التنشن نيمو سوركس احنا بنعمله دايجنوزس كلينيكالي قبل ما نتاكد كمان بالشست اكس راي. يعني مثلا النيمو سوركس اللي هو مثلا الاوبن غالبا ما بعرفوش غير يعني غير بالشست اكس راي، لما ده لا ده كلينيكالي بيبقى باين. تمام. طيب تريتمنت بنعالج بقى ازاي؟ طيب انا عندي كميه هواء رهيبه جدا في البلورا، انا اسرع حل عندي ان انا عايزه يعني اطلع الهواء ده. تمام. فببدا بحاجه اسمها نيدل ديكومبريشن، ديكومبريشن يعني افك الكومبريشن اللي جوه. تمام. وبعد كده اقوم مدخله شيست تيوب. طيب النيدل ديكومبريشن بدخل النيدل فين بالظبط؟ بدخل ايه؟ بصوا عندنا السكند انتركوستال سبيس، تمام، اللي هو ما بين الريب رقم 2 والريب رقم 3، تقاطع بقى السكند انتركوستال سبيس ده مع الميد كلافيكولار لاين، الخط اللي بيعدي في نص الكلافيكل، ماشي. النقطه بقى نقطه التقاء الخطين دول، دي اللي بقوم ايه مدخله فيها النيدل، ماشي. وبعد كده بعد ما اعمل دي كومبريشن يعني افك الكومبريشن اللي جوه شويه، اقوم بقى مدخله شيست تيوب. تمام كده. طيب فبيقول لي بنعمل ايميديت نيدل دي كومبريشن ويز 16 جي، ده حجم النيدل، تمام، في السكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين او ميد كلافيكولار سبيس. تمام. وانس اكمبلش، طالما عملنا دي كومبريشن خلاص فكينا الضغط اللي جوه شويه، شيست تيوب از بليست. تمام. نفس الكلام بقى، نيدل دي كومبريشن انسرت في السكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، بعدها ايه انسرشن اوف شيست تيوب. طيب تمام، ده كده كان موضوع ايه النيمو سوركس بما فيهم التنشن نيمو سوركس. تمام. بعد كده عندنا موضوع هيمو سوركس، احنا قلنا نيمو سوركس يعني هوا في البلور، يبقى هيمو سوركس بلاد في البلور. تمام. طيب طب الهوا عرفنا حصل ازاي؟ يعني عرفنا ان هو فتحه مثلا دخلت هوا او كده. طب البلاد بقى، قال لي البلاد ان هو لما حصل انجري، الانجري دي يعني قطعت واحد من الفيزلز اللي جوه، تمام، او ممكن الهارت كمان. تمام. فبدا يبقى عندي accumulation of blood في البلوره. تمام. طيب انا عايزه اقول لكم على حاجه هنا في الصوره، انتوا لو تلاحظوا في الصوره بتاعت نيمو سوركس كان الهواء موجود حوالين اللنج من كل ناحيه، ماشي، انما البلاد هنا فلويد تقيل، فعشان كده هنلاقي دايما تراكم البلاد تحت، دي مهمه عشان هتفرق معانا في الاكس راي، ماشي. طيب بيقولي بقى ايه ان الهيمو سوركس following blunt او penetrating wound to the chest caused by bleeding of any structure intercostal arteries lung great vessels او الهارت، عملنا injury لحاجة من الميجور الميجور organs اللي جوه الشيست اللي فيها blood،
فدخلت لي بلود جوه الايد جوه البلورة. طيب الكلينيكال فيتشر هيبقى جايبه انكزايتي، بديزنيا، بتاكيبنيا، تاكيكارديا، يعني هو الدنيا جوه مش مظبوطه، فاكيد كل حاجه هتبقى مش مظبوطه برضه، تاكيكارديا، تاكيبنيا، ديزنيا او انكزايتي. طيب اون بيركشن هلاقي ديمينشد بريس ساوند، لا ديمينشد بريس ساوند دي بالاوسكالتيشن مش بالبركشن، هي مكتوبه غلط. تمام. دالنس تو بيركشن اوفر افكتد هيمي سوركس، يعني ايه بقى؟ طيب هو انتوا اعتقد البركشن ده خدتوه في الموديول بتاع الميديكال سكيلز في سنه تانية، بس عامه يعني ايه بركشن؟ اللي هو التخبيط، عارفين ان هو لما بنحط بفرد ايدي كده وبخبط على صباعي، تمام، والمفروض ان انا لو سمعت ايه، لو سمعت دولنس يبقى فيه فلويد، لو سمعت ريزونانس يبقى فيه اللي هو ايه الصوت رفيع كده اللي هو الريزونانس ده يبقى فيه هواء، تمام، دولنس يعني الصوت مكتوم يبقى ده كده ايه فلويد او كده انا بخبط على اورجان او حاجه زي كده يعني، تمام. فهو انا عندي هنا فلويد بلود فدولنس جدا، يعني انا لما اخبط على الرئه المفروض على اللونج او على الشيست المفروض الاقي ايه ريزونانس، تمام. انا هنا لا مش هلاقي بقى ريزونانس، انا هلاقي دولنس، يبقى ده معناه ان في فلويد في البلور، تمام. انما انا عندي في النيمو سوركس لا، ده الهواء زايد، ده انا هلاقي تمبانيك ريزونانس، هلاقي الريزونانس واضح قوي 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 ازيد من الطبيعي كمان، ماشي. ده الفرق بالبركشن يعني. انا هلاقي ديمينش ديبريس ساوند برضو لان نفس الفكره ان في حاجه مغطيالي على اللنج، تمام. هلاقي بقى دولنس، تمام، افكتد هيمي سوركس اللي هو الجزء يعني الافكت او اللي فيه الانجري. طيب بيقول لي بقى لو انا عندي ماسيف هيمو سوركس، يعني فيه كميه بلاد رهيبه جدا في البلوره، ما اكيد ده هيعمل لي هيمو دايناميك انستابيليتي، وهي ممكن يدخلني كمان في هيموراجيك شوك، تمام. طيب التريتمنت هعمل شيست اكس راي. بصوا بقى ده اللي كنت بقول لكم عليه، ان انا هلاقي طبعا الاير ما بيبانش ابيض، ده ابيض ده عشان ده بلاد، تمام، فهلاقي وايت، تمام، وايتنس فين؟ تحت في اللونج من تحت، تمام. طيب هعمل تيوب سوراكوستومي، هدخل تيوب كده هلاقيها مطلعه لي طبعا بلود، ماشي. الماسيف هيمو سوركس بقى بعمل ايه اللي هو ممكن يدخلني في هيمو دايناميك انستابيليتي؟ ابدا ريبليس البلود لوس، البلود اللي انا عماله افقده جوه البلوره ده اعمله ريبليسمنت، هدخل شيست تيوب، تمام. كونسيدر سوراكوتومي، بصوا سوراكوتومي غير سوراكوستومي، سوراكوستومي انا بدخل تيوبه، تمام، وهتطلع لي حاجات، لا سوراكوتومي ده انا بفتح، انا بفتح فتحه في الشيست، تمام. مش عليكم مكانها كده، بس هو انا بفتح فتحه في الشيست، تمام. طيب سوراكوتومي ده امتى؟ لو البلاد لوس اكتر من 1500 مللي او 250 مللي افتر انيشال ايفاكويشن، بمعنى ايه؟ يعني انا في بلاد لوس اكتر من 1500 مللي، تمام، او انا بعد ما عملت ايفاكويشن وخلصت، عملت ايفاكويشن يعني البلاد اللي في البلوره كله وخلصت، لقيت ان بعد ده بدا يبقى فيه بلاد لوس 250 مللي، يعني انا عملت ايفاكويشن بس لسه في بلاد لوس برضه، تمام. طيب ده كده كان ايه؟ كان الهيموثوركس. تعالوا بقى نعيد على الثلاثه اللي احنا قلناهم دول كده سريعا. الفليل شيست قلنا ان انا عندي ثلاثه اور مور كونسيكيوتيف ريب فراكشر ان تو اور مور لوكيشن، تمام، بتعملي كومينيوتد فراكشر وبتعملي سيجمنت كده بيبقى فري فلوتنج ان ستيبل ديتاتشد من باقي الشيست، فده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي بارادوكسيكال شيست موفمنت. وقلنا ان انا عندي في الانسبيريشن الجزء ده او الفليل سيجمنت ده هيسينك لجوه، انما عندي في الاكسبيريشن هي ايه؟ هي اكسباند البر. طيب وقلنا ان احنا هنعمل بين كنترول، هنعمل طبعا الاول اكس راي موداليتي وبعد كده نعمل بين كنترول، نعمل بالمونري تويت، ومهم قوي 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 الاكسجين عندي، تمام. لو الفليل انجري دي كانت سيفير او معاها كونتيوجنز بنحتاج اندوتراكيال انتيوبيشن وبنحتاج نحطه على اي بي بي في اللي هو فنتيليشن، تمام. الفنتيليشن ده كروشيال، حاجه مهمه جدا، حاجه ملهاش علاقه بالموضوع، بس انا امتى بحتاج احط اي سي دي؟ في حالات النيموثوركس، في الهيموثوركس، في الهيمو نيموثوركس، امبايما، كايلو ثوركس، برونكو بلورال فيستيول، تمام. طيب تاني حاجة كانت النيموثوركس، وانا عندي ثلاث انواع كلوزد واوبن وتنشن، وقلنا ان التنشن ده اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل، تمام. طيب التنشن ده بيحصل لما بيبقى عندي اوبليك انجري كده، بمعنى ان هي بتدخل الهواء بس ما بتخرجوش، فبتاكت از وان واي فالف، تمام، فالاير بيبدا ياكيوميليت هنا ويعمل كومبريشن على اللنج دي، فيعمل شيفتنج للميديا من الناحيه الثانيه ويعمل كومبريشن على اللنج الثانيه كمان. بيحس بايه البيشنت ده؟ بيحس بشارب ستابنج شيست بين، بيحس بديزنيا، بيحس بساينوزس، سويتنج اند فينتنج. النيك فينز طبعا من كتر كومبريشن بلاقيها ديستندد،
الهارت من كتر الكومبريشن بلاقي هايبو بيرفيوجن وهايبو تنشن، بيبقى فيه هوا كتير على اللونج فما بسمعش البريس ساوند، وبلاقي كمان التراكيه ديفييتد مع باقي الميديستاينم، او هي اصلا جزء من الميديستاينم للناحيه التانية. تمام. بعرفه كلينيكالي وبعرفه كمان بالشيست اكس راي. بعمل ايه؟ بعمل نيدل دي كومبريشن، بعد كده انسرت شيست تيوب، نيدل دي كومبريشن في السكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين. تمام. وبعدين بقوم مدخله شيست تيوب. هيموثوركس ده بلاد جوه البلورا، بسبب ايه بقى؟ بسبب بليدنج فروم اني ستراكشر زي الانتركوستال ارتري زي اللونج زي الجريد فيزلز او الهارت. بيجي يحس بايه؟ بيحس بانكزايتي، ديزنيا، تاكيبنيا، تاكي كارديا. ماشي. برضو ما بقدرش اسمع البريس ساوند عشان بيبقى فيه بلود كتير فوق اللنج، لو جيت عملت بيركشن هلاقي دالنس. تمام. بيقول ان الماسيف هيمو ثوركس ده ممكن يدخلني في هيمو دايناميك انستابيليتي وهيموراجيك شوك. طيب دايجنوزس طبعا بعرفه بالشيست اكس راي، بيبقى المنظر زي ده كده. بعمل تيوب سوراكوستومي بلاقيها مطلعه لي بلود. تمام. بعمل ايه؟ بتطلع لي بلود، ولو في ماسيف هيمو ثوركس ببدا اريبليس البلود فوليوم اللي انا عماله افقده ده، ادخل شيست تيوب اعمل سوراكوتومي، وقلنا ان في فرق ما بين السوراكوتومي والسوراكوستومي. تمام. لو البلاد لوس اكتر من 1500 ملي، او لما تكون في 250 ملي افتر انيشال ايفاكويشن، في الحاله دي بعمل سوراكوتو. تمام كده. بعد كده عندنا الكاردياك تامبونيت. طيب ايه فكره الكاردياك تامبونيت دي؟ ان انا عندي في بلاد موجود جوه الايه؟ البريكارديوم. يعني انا المفروض عندي الهارت حواليه الغشاء بتاعه اللي هو البريكارديوم. تمام. هنا بقى بيحصل accumulation of fluid او blood في جوه البريكارديوم ده. طيب تعالوا نتوقع كده، لما انا دلوقتي عندي في blood بيأكيوميليت هنا، ايه اللي بيحصل؟ ما اكيد الفلويد او البلود ده هيضغط على الهارت، صح؟ وهيضغط على كل الشامبرز بتاعت الهارت وكل الفينز، البلمونري فين والاورتا والحاجات دي كلها، صح كده؟ طيب فاكيد هيعمل impairment للفانكشن بتاعت الهارت، ان هو ايه؟ يبمب البلد. تمام. واكيد برضو هيعمل امبيرمنت في الفانكشن بتاعه الفينز وبتاعه الاورت، صح كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف الكلام المكتوب. بيقول لك ان هو life threatening complication caused by excessive accumulation of fluid in the pericardium. فده يعمل ايه؟ يعمل compression للcardiac chambers، هيضغط على الcardiac chambers كلها. impair the cardiac filling، ما هو لما يبقى ضاغط عليها الشامبرز دي مش هتعرف تتملي بالبلاد كويس، ولا هتعرف تضخ البلاد كويس، فكمان ريدكشن في الستروك فوليوم. تمام. طيب قال لي بقى بنلاقي الكلينيكال فيتشرز اللي بتظهر على العيان تراياد، تلات حاجات كده اسمه بيكس تراياد، وده مهم جدا جدا جدا. اسمه بيكس تراياد عباره عن ايه بقى؟ ديستانت هارت ساوند. الهارت ساوند انا مش قادره اسمعها، او لو سمعتها هتبقى خافته جدا كانه الصوت جاي من بعيد، وده برضو منطقي. فاكرين في اللونج لما كنا بنقول ان في accumulation of blood او هواء على اللونج فمش قادره اسمع البريس ساوند؟ هنا نفس الفكره بالظبط، في برضو accumulation of fluid على الهارت فمش قادره اسمع الهارت ساوند كويس. تمام. دي ايه؟ دي حاجه. طيب في برضو حاجه تانية ممكن تبقى سبب في موضوع distant heart sound ده، هو اصلا قوه البامب بتاعت القلب ما بقتش زي الاول، عشان في ايه؟ في امبيرمنت في الفيلينج والحاجات دي، فده برضو يعمل لي ايه؟ ديستانت هارت ساوند. طيب جميل. ديستندد جاجولار فينز من كتر الكومبريشن، من كتر الكومبريشن فالفينز دي بقت ديستندد. ديكريزد ارتيريال بريشر. تمام. يبقى ده البيكس ترايد مهمه جدا جدا، ديستانت هارت ساوند، ديستندد جاجولار فين، ديكريزد ارتيريال بريشر. ممكن بقى يبقى فيه سيمتومز تانية زي الديزنيا، زي الريستلسنس، زي التاكي كارديا، والنارو بالس بريشر اللي هو الفرق ما بين السيستول والدايستول صغير. تمام. دي اسمها ايه؟ نارو بالس بريشر. تمام. طيب همانج الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه دايجنوزس كلينيكال اكزامينشن بقى، اشوف الفينز الجاجولار فينز، يعني ممكن اشوف موضوع الديستنشن ده من على النك كده. ماشي. اشوف بقى السيمتومز اللي هو بيشتكي منها والكلام ده. فاست اللي هي الفوكس تاسس ده سونوجرافي، هلاقي بيريكارديال فلويد موجود في الساك، طبعا مش باينه يعني، بس ده بيبقى شكلها كده. تمام. ايكو في حاله الستيبل بيشنت، هما بس اللي بعمل لهم ايكو. طيب خلاص احنا كده عملنا دايجنوزس، تعالوا بقى نمانج. طيب لو كان الكاردياك تامبونيت ده بسبب بلانت تروما، بلانت تروما يعني انا ما عنديش اي بنتريشن، ما عنديش اي ووند مفتوحه، تمام، هعمل حاجه اسمها بريكارديو سينتيسيس. يعني ايه بريكارديو سينتيسيس؟ بدخل ابره كده او بدخل سرنجه،
تمام من تحت الاسترنال اوصل بيها للايه للبريكارديوم. بصوا يعني ادي الهارت موسل اهي، النيدل بتبقى هنا في يعني بعد بتعدي من البريكارديوم بتبقى بقى في البريكارديال فلويد، وابدا اسحب. تمام اسمها بريكارديو سينتيسيس. تمام طب لو كانت بقى بنتريتنج تروما ان انا عندي ووند مفتوحه وبتاع، بعمل اكسبلوريشن انضف كويس مكان الووند واشوف لو في انفكشن او كده، وابدا اعمل ايه ريبير للسورس اوف بليدنج. لو كانت مثلا ارتري او كده اعمل له ريبير واقوم ايه واقوم قافله الووند دي. تمام طيب ده شخص عمال ينزف فهعمل له فلويد ريسسيتيشن تو مينتين البري لود والكاردياك اوتبوت. تمام يبقى انا هعمل له دايجنوزس الاول، بعد كده لو هو سبب بلانت تروما هعمل بريكارديو سينتيسيس، لو بنتريتنج تروما هعمل ايه اكسبلوريشن وريبير للسورس اوف بليدنج. تمام وهعمل كمان هو بينزف كتير فهعمل له فلويد ريسسيتيشن عشان احافظ على البري لود والكاردياك اوتبوت بتاعي. تمام طيب وقلنا البيكس ترايات في الكاردياك تامبونات مهمه جدا في الكلينيكال فيتشر. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها تروماتيك اورتيك رابشر، يعني الاورطه رابشر من التروما. طيب جميل بيقول لي ان ده لايف ثريتنينج سيرجيكال ايمرجنسي، ايمرجنسي جدا. تمام 20% من الدس في الرود ترافيك اكسيدنت بيبقى هو ده سببها، 90% بيبقى معاهم اذر اورجان انجريز. تمام الرابشر غالبا بيحصل فين؟ بيحصل في البروكسيمال ديسندنج اورتا ات ليجامنتم ارتريوزم. بروكسيمال ديسندنج اورتا ات ايه؟ ليجامنتم ارتريوزم. تمام بيقول لي ايه الفايندنج بقى؟ بصوا انا عندي دلوقتي في رابشر صح، يبقى البلاد فلو نورمال؟ لا اكيد مش نورمال، اكيد اب نورمال. واي اب نورمال بلاد فلو عندي في الجسم بيعمل لي حاجه اسمها ميرمر. ماشي الميرمر ده هو الصوت بتاع التربلنس اوف اب نورمال بلاد فلو. تمام كده طيب فانا هسمع انفرا كابسولار ميرمر. تمام ميرمر مكانه فين؟ انفراسكابولار، سوري انفراكابسولار ايه انفراسكابولار يعني تحت السكابولا، هسمعه من ورا تحت السكابولا على طول هسمع صوت الميرمر ده. تمام طيب ايه كمان هلاقي؟ ابر اكستريميتي هايبرتنشن، هلاقي هايبرتنشن فوق في الابر لمب فوق. تمام وان ايكوال بلاد بريشر، طبعا انا عندي رابشر يعني عندي فيه بلاد لوس فطبيعي ان انا الدنيا عندي مش تبقى ايكوال، او كمان ان ايكوال بالس في الاكستريميتي. طيب ايه الجولد ستاندرد عندي في الدايجنوزس بتاع الحاله دي؟ الاورتوجرافي. تمام هو ده الجولد ستاندرد. يبقى احنا قلنا موجوده فين؟ موجوده في البروكسيمال ديسندنج اورتا عند الليجامنتم ارتريوزم. ايه الفايندنج اللي هلاقيها؟ هسمع انفراسكابولار ميرمر. تمام هلاقي في هايبرتنشن في الابر لمبس، هلاقي ان ايكوال بلاد بريشر وبالس ما بين الايه ما بين الاكستريميتيز. طيب ديفينيتيف دايجنوزس بقى. طيب بيقول لي عندي هعمل ثوراسيك سي تي. تمام هعمل سي تي على الشست، بيقول لي ان الثوراسيك سي تي ده في الحاله دي السنسيتيفيتي بتاعته 100%، يعني هو 100% بيقول لي ان في اورتيك رابشر. تمام بس السبيسيفيتي 99% يعني ولا حاجه، تعتبر 100% برضه. تمام طيب التي اي اي اللي هي ترانس اسوفيجيال ايكو. تمام دي اوبريتور ديبندنت، يعني ايه؟ يعني دي بتساعدني قوي في الاوبريشن، في الاوبريشن اللي انا هعملها. تمام عشان هنعرف اصلا دلوقتي ان الحل بتاع الموضوع ده ان انا لازم افتح اوبريشن، فالترانس اسوفيجيال ايكو ده بيساعدني في الاوبريشن. اورتوجرافي ده اللي احنا قلنا الجولد ستاندرد بتاعنا. تمام فعندنا بيقول لي ان السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاعته زي السي تي، هو طبعا حاجه انفيزيف. تمام يعني مش من بره، لا ده انفيزيف. تمام in our practice only combined with treatment، يعني برضو اللي هو ايه مش بنعمله كده، لا بنعمله مع التريتمنت او بنعمله اثناء التريتمنت. تمام طيب ده شكله اهو. تمام وده شكل السي تي، خلاص هو هنا اهو مبين لي ان في رابشر. تمام وهنا برضو مبين لي اهو مكان الرابشر. تمام طيب يبقى احنا قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل ثوراسيك سي تي، بنعمل تي اي اي او الترانس اسوفيجيال ايكو، وبنعمل اورتوجرافي، وده الجولد ستاندرد بتاعي ما تنسوهاش. نيجي بقى للتريتمنت. طيب بص احنا عندنا دلوقتي حته مرابشره في الاورطه. تمام بعد بقى ما نعمل مونيتورنج للبلاد بريشر ونتاكد ان هو ستيبل ومش عارفه ايه والكلام ده كله، ماشي انا عايزه بقى اصلح الموضوع ده، هعمل ايه؟ طيب انا قلت فوق ان لما كنا بنتكلم هنا كده قلنا ان الموضوع ده لازم اوبريشن صح؟ اكيد اه. تمام هعمل ايه بقى؟ هقوم جايه ادي الاورطه، ادي الستاندنج اورطه بتاعي ماشي، وادي الحته المقطوعه وادي حته مقطوعه برده، هقوم جايه عامله ايه بقى؟ او خلينا في دي، خلينا نتعامل مع دي الاول. هقوم جايه بكلامب
كلامب، مش عارفه معناه بالعربي، المهم هو كلامب حاجه يعني همسك الاورطه من هنا تمام عشان امنع ايه مور بلاد لوس. ما انا عايزه اخيط بقى، عايزه اشوف اللي انا بخيطه ده تمام. فهقوم احط كلامب من هنا وكلامب من هنا عشان الحته دي تبقى فاضيه خالص، واعرف ان انا ايه بخيطها بقى عادي جدا بخيط عادي تمام. دي اول حاجه. طيب اثناء ما انا بعمل الاوبريشن دي، انا دلوقتي فاتحه جوه يعني فاتحه في الهارت واللونج والكلام ده كله، فاكيد الدنيا عندي غرقانه دم وبتاع، فساعات بيلجأوا لحاجه كده اسمها كارديو بالمونري باي باس ماشي. هو انا بصراحه مش عارفه تفاصيل عنها قوي، بس لما عملت سيرش يعني لقيت ان الكارديو بالمونري باي باس ده ان انا بوصل كده الجسم بجهاز خارجي هو اللي بيعمل السيركيوليشن ما بين الهارت واللونجز تمام، على ما انا اخلص شغلي وبعدين ارجع تاني السيركيوليشن النورم ماشي. انتوا ممكن برضو تعملوا عنها سيرش وتقروا عنها اكتر يعني. المهم ان هي بتتعمل اثناء الاوبريشنز تمام. طيب ادي حل، الحل الاولاني. طب الحل التاني بقى، لو انا عندي الحته مربشره ومش هعرف اخيطها تمام، فهعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها ستنت. طيب بصوا، هنفترض ان انا عندي الحته دي كده هي اللي ربشرت تمام، مش هعرف اخيطها او يعني كبديل للخياطه، هقوم عامله ايه؟ هقوم جايبه ستنت هدكك، عارفين زي ما اكون هدكك انبوبه كده تمام، بحيث ان هي هدككها طبعا مش على الحته المربشره بس، لا ده فوقها بشويه وتحتها بشويه اللي هي دي كده تمام، بحيث ان هي والانبوبه اللي انا هدككها دي هتبقى بنفس اليومن بتاع الاورطه عادي، فيبقى انا كده ايه كاني عملت انتجريتي للول بتاع الاورطه يعني ماشي. طيب فالتريتمنت برومبت دايجنوزس، طبعا اتاكد من الدايجنوز بتاعي تمام. اعمل مونيتورنج للبلاد بريشر، خلاص هي طبعا ارجنت تو اوبريشن. ايه الاوبن سيرجيكال اوبشنز بتاعتي؟ الكلامب اند سيو والكارديو بالمونري باي باس. ممكن نعمل الاندو فاسكولار ستنت ثيرابي اللي احنا شرحناها هنا. يبقى قلنا الكلامب اند سيو دي ان انا بحط كلامبين كده وبخيط تمام، والستنت ان انا بدكك انبوبه تفتح لي الاورطه وتخلي بقى كان مفيش حاجه مربشره يعني كان الول زي الفل تمام. وقلنا الكارديو بالمونري باي باس دي يعني اقروا عنها برضو تفاصيل كده، بس ان هو بخلي السيركيوليشن تمشي بجهاز بره كده عشان افضي الدنيا من الدم والحاجات دي واعرف اشتغل ماشي. يبقى ده كان كده ايه التروماتيك اورتيك رابشر. اخر حاجه عندنا النهارده في المحاضره حاجه اسمها دايفراجماتيك انجري. بيقول لي اي بنتريتنج انجري تحت الفيفث انتركوستال سبيس غالبا هيبقى معاها دايفراجماتيك بنتريشن تمام. طيب بيقول لي لو كان السبب بلانت انجري بيكون غالبا الدايفريم بيحصل له اصابه من ايه؟ بيحصل له اصابه من اي كومبريسيف فورس على البلفس او الابدومن، حد مثلا خد كراش انجري في بطنه او في ناحيه البلفس كده غالبا يعني بيبقى معاها بلانت انجري تمام. ده لو ايه ده بيبقى معاها قصدي دايفراجماتيك انجري، ده لو ايه ده لو بلانت انجري، انما لو بينتريتنج اي حاجه تحت الفيفث انتركوستال سبيس دي مهمه تمام. طيب بيقول ان اغلب الانجريز دي بتبقى سايلنت تمام، وكمان بتبقى ميست يعني بتبقى سايلنت وساعات بتبقى ميست كمان. ديسكفرد امتى بقى؟ اثناء السيرجري، لو احنا مثلا داخلين نعمل سيرجري لحاجه تانية اوبا ده في دايفراجماتيك انجري تمام، او لو بسبب كومبليكيشنز بقى يعني الموضوع بيعمل كومبليكيشنز فنكتشف ان اكيد في حاجه غلط فنكتشف ان في دايفراجماتيك انجري تمام، من كتر ما الموضوع بيبقى سايلنت يعني. ايه الاكيوريت انفستيجيشن اللي ياكد لي الموضوع؟ حاجه اسمها فيديو اسيستد سوراكوسكوبي، بدخل بمنظار كده هو اللي بيبين لي الموضوع ده، او لابروسكوبي تمام. مناظير يعني هما الاثنين انواع من المناظير، هي اللي بتبين لي طبعا ايه ان في انجري في الدايفرام وكده، ما بتبانش قوي في الاكس راي. هو دي صوره اكس راي يعني مش عارفه بصراحه، اكيد هما الدكاتره بيعرفوا يعرفوها من الاكس راي يعني، بس هي احسن حاجه المكتوبين دول تمام. طيب اوبريتيف ريبير از ريكومندد ان اول كيس، مايلد مش مايلد هو لازم اوبريشن. اول بينتريتنج دايفراجماتيك انجري ماست بي ريبيرد من خلال الابدومين تمام، نوت ذا شيست تو رول اوت بينتريتنج هولو فيسكس. طيب اول حاجه هو من خلال الشيست الموضوع يعني صعب شويه، عندي حاجات ما عنديش تجويفات فوق تسمح لي بالتعامل ده ماشي، فالابدومين اسهل دي اول حاجه. تاني حاجه عشان اتاكد ان ما فيش اي بينتريشن للفيسكس تمام. طيب عندي بقى حاجه اسمها emergency department thoracotomy. ايه بقى موضوع الامرجنسي ديبارتمنت ثوراكوتومي ده؟ طيب بصوا هنقول الاول الايم بتاعه ايه، وبعدين هي الصوره دي مش عليكم طبعا انا جايبها كده يعني، بس عشان ايه تبقوا متخيلين الموضوع. بيقول لي should be reserved in patient with penetrating injury in whom signs of life are still present، يعني حد حاصل له penetrating injury بس ايه واضح كده يعني هو لسه عايش من الاخر تمام، او في الامل يعني.
ايه هدفها؟ ان انا اعمل انترنال كاردياك مساج عشان احافظ ان الهارت يفضل يبمب البلاد ويفضل عايش، تمام. كنترول الهيموريدج من انجري تو هارت او لانج، لو في انجري للهارت او لانج وعاملين لي سيفير بليدنج انا اقدر اكنترول الهيموريدج ده. لو في طبعا انترا ثوراسيك هيموريدج من اي سورس برضو بعمل له كنترول. ماسيف ليك، لو في اي انجري عامله لي ليك، سواء ليك لاير، ليك لفلويد بلاد، اي حاجه اعمل لها كنترول، تمام. كمان كلامبنج للثوراسيك اورتا تو بريزرف بلاد سبلاي للهارت والبرين، عشان لو في انجري فاعمل كلامب للاورطة من يعني قبل الانجري، قبل مكان الانجري ده، عشان افضل احافظ على الدم يكون رايح للهارت والايه والبرين عشان يفضل عايش. طيب سريعا مش هنقول تفاصيل، هو ايه اللي بيحصل ان احنا بنعمل انسيشن في المكان ده كده، تمام. بنفتح بقى السكين والفاشيا والماسل والكلام ده كله، فيبقى انا عندي دايركت او ان انا اقدر قادره اوصل على طول للهارت. ببدا بايدي اوسع المكان ده كده واوصل بقى للمكان اللي جوه، اعمل بقى المساج للهارت، اعمل كلامب للاورطه، اكنترول الهيموريدج، الكلام ده كله. المكان ده بيديني مساحه واسعه ان انا اقدر اشتغل فيه، تمام. هو الانسيشن بيتعمل في الحته دي كده تحت النبل، يعني مش عليكم طبعا بس ده عشان تبقوا متخيلين، تمام. طيب احنا كده خلصنا، تعالوا بس نراجع سريعا على اخر ثلاثه احنا قلناهم. الكارديك تامبونيت انا عندي فيه فلويد في البريكارديوم عمل لي حاجه مهمه جدا اسمها بيكس ترايد، ديستانت هارت ساوند، وديستند جاجولار فيت، وديكريزد ارتيريال بريشر، تمام. عملنا لها دايجنوستس ازاي؟ كلينيكال وبالفاست وبالايكو في حاله الستيبل، الستيبل بيشنت فقط. طيب لو الكارديك تامبونيت ده سببه بلانت تروما بنعمل بريكارديو سينتيسيس، لو سببه بنتريتنج تروما بنعمل اكسبلوريشن ونريبير السورس اوف بليدنج بقى والوند والكلام ده كله، ولازم طبعا نديله فلويد ريسوسيتيشن، حد بينزف لازم فلويد ريسوسيتيشن على طول. تروماتيك اورتيك رابشر، قلنا ان الرابشر ده بيحصل فين؟ بيحصل في البروكسيمال ديستندنج اورتا ات ليجامنتم ارتريوزم. طيب ايه الحاجات اللي انا ممكن الاحظها؟ هسمع انفراسكابولار ميرمر، هلاقي ان في هايبرتنشن في الابر اكستريميتي، هلاقي كمان ان ايكوال بلاد بريشر وبالس في الاكستريميتيز، تمام. مين الجولد ستاندرد بتاعي في الدايجنوزس بتاع الحاله دي؟ الاورتوجرافي، جميل. طيب الدايجنوزس عندنا هنعمل ثوراسيك سي تي، وده السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاعته عاليه جدا، هنعمل تي اي اي، هنعمل اورتوجرافي، وقلنا ان ده الجولد ستاندرد، تمام. تريتمنت الموضوع لازم اوبريشن، بنعمل ايه بقى؟ كلامب اند سي وكارديو بالمونري باي باس، وفي حل ثالث عندي اسمه اندوفاسكولار ستنت ثيرابي، تمام. طيب الدايفراجماتيك انجري قلنا ممكن سببه بنتريشن او بلانت، بنتريشن دي مهمه قوي، اي انجري تحت الايه خفت انتركوستال سبيس، بلانت لو في بيبقى بسبب كومبريسيف فورس على البلفس والابدومين، تمام. اغلبها بتبقى ميست، بكتشفها وانا بعمل سيرجري لحاجه تانية او من الكومبليكيشنز. الاكيوريت انفستيجيشن فيديو اسيستد سوراكوسكوبي او لاباروسكوبي، ودايما الحل عندي بيكون اوبريشن، تمام. والاوبريشن بدخل من الابدومين مش من الشست. وعندي اخر حاجه اللي هي الامرجنسي ديبارتمنت سوراكوتومي، ان انا بفتح فتحه هدفها ايه؟ ان انا اوصل للهارت اعمل له مساج، لو في عندي هيموريدج اعمل له كنترول وريبير السورس اوف بليدنج ده. لو عندي برضو ممكن اعمل كلامبنج للثوراسيك اورتا عشان ابريزرف البلاد سبلاي للهارت والبري، تمام. طيب احنا كده خلصنا محاضرتنا، يعني يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله الموديول يعدي على خير. شكرا، باي باي.